سجناء في البرازيل يغزلون الصوف. الفكرة جاءت من راكيل جيماراس، وهي امرأة أعمال أرادت مضاعفة إنتاج الألبسة لفائدة محالها التجارية. السجناء ينتجون الآلاف من الملابس الصوفية، 70% منها موجهة للتصدير. هذا الأمر يعيد الثقة بالنفس للسجين ويفتح له أبواب الخبرة والعمل بعد السجن. كذلك يمكن للسجين العامل تقليص فترة سجنه، فلكل 3 أيام يعملها يستفيد من يوم ناقص من مجموع المدة الزمنية المحكومة عليه.